إذن ورغم اتهامه ب37 قضية جنائية، لا شيء سيوقف ترامب عن سباق الرئاسة إلى البيت الأبيض. هكذا أكد الرئيس الأمريكي الأسبق بعدما قال إنه بريء وهو ضحية مؤامرة دبرها خصومه الديمقراطيون لعرقلة وصوله إلى البيت الأبيض الذي يأمل بالعودة إليه في عام 2024. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يخوض ترامب السباق من وراء القضبان؟ وهل ستؤثر هذه الاتهامات على أصوات ناخبيه؟ هنا صحيفة الاندبندنت اعتبرت بأنه كلما ازدادت الاتهامات الموجهة إلى ترامب، سواء بدا ترامب أكثر كضحية مضطهدة من قبل مؤسسة انتقامية يديرها ديمقراطيون راديكاليون وجمهوريون بالاسم فقط، ويميل هنا مؤيدوه إلى تصديقه، حيث يعتقد 8 من كل 10 بأنه ضحية وفقا لوصف الصحيفة. طبعا هذه النقطة سيستغلها ترامب جيدا، وسيظهر نفسه كمستهدف وبأنه يقاتل ببسالة ضد النخبة السياسية الفاسدة. وهذا بدا طبعا واضحا في مؤتمره الصحفي بالأمس عندما شدد أن لائحة الاتهام ضده مزيفة ويحاكم فقط بسبب محاولته الفوز بولاية رئاسية ثانية. ترامب مشاهدينا أوضح في وقت سابق أنه سيجعل المحاكمة جزءا من حملته الرئاسية، ونجح بذلك منذ لحظة توجيه الاتهام إليه، وتمكنت حملته من جمع أكثر من 4 ملايين دولار خلال 24 ساعة. وأيضا وسع فيها الفارق مع أقرب منافسيه المتهمين بالترشح على أو المهتمين بالترشح على بطاقة الحزب الجمهوري. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.